موقف ما تنساه خلال الحفلة. أول حفلة إلي كانت بقاع صلاح الدين بالمرديان. كانوا حاضريها فنانين كبار، الراحلة ملطاها وفنانين كوميديين نعم. يعني وهذا ومجموعة فنانين. والحفلة كانت أول حفلة إلي يعني من مدينة الحرية محل خياطة إلى لابس بدلة وصعد وتشوف جمهور دي ينتظروك ويسمعوك يعني. فكانت عندي خوفة مو طبيعية، فكان مسوين المسرح عرفتي. يعني مثل رانواي. اي اني كان حميد اخوي وصديقي بالمنطقتي حميد اللي يعزف سكسفون اللي ويا كاظم نعم كان مسموح له يشتغل وياي. طبعا استاذنا من فنان الكبير كاظم الساهر وكان وقتها انه يشتغل وياي وقت يكون هنا ببغداد حميد اذا كاظم ما عنده حفلات. فكان هو وياي بالفرقه والفرقه كانت كلش حلوه يعني مسويها انا مرتبه. فمن جاي صعدت ثاني حرفتي تعرف لازم تخلص لازم تتقدم للناس. اوكي. اني من الخوفه والناس دي يصفقون وتعرف توك طالع جديد ويحبوك العالم. فهاي الزاويه مال حرف تي ما شفت الفراغ وقعت. لا اول حفله فنزلت رجلي وقعت اول سقطه فنيه. ايوه لا نسيت الالم وكل شيء بس حميد بوقته والله ساعدني يعني صعدني على المسرح. شو رد فعل وقفت غنيت خلصت يعني قال لي اندار وغني.